أنا أتكلم عن قضية ظلم خلق النفس في هذا الكتاب التالي اللي عدت وزارة الصحة، هو عبارة عن تم اختيار المترشحين على حساب المعدل رغم اختلاف طرح الامتحانات. فمثلا بعض التخصصات اللي كانوا معنا في اكتتاب الفنيين العاليين مقبلهم 10 واجيش، وهم الفنيين العاليين كاملين مقبلهم لا 18 واجيش، يعني تمشي 10 واجيش في تخصص واحد، وهم تخصص آخر مقبلوا فيه 6 واجيش، إذا 16 واجيش. شو بقى التخصصات الأخرين؟ بقى لا واجيش. إذا اختيار المترشحين عليه على حسب المعدل رغم اختلاف الامتحانات ما كان موضوعي في اختيار الناس. فهم بعض التخصصات ما نقبلهم مرقاش، كيف صيانة المعدات الطبية المختبر نقبلهم مرقاش واحد. إذا نحن نختاروا رفع الظلم عنا في هذه القضية وإعادة النظر في الامتحان وحل مشكلتنا. إذا اليوم نحن في بلد فيه بعض من العاملين قاعد أجانب برواتب مضاعفة، نختار وزارة الصحة تعيد النظر في الامتحان ووضعيتنا احنا، ونفس الوضعية اللي مع اخوتنا الاخصائيين اللي نفس الوضعية معاهم، متضامنين معاهم وراجعين من موريتانيا كامل متضامن معنا في هاي القضية. وشكرا لكم.